غلطان غلطان غلطان. راجع راجع ذكريات. اليابس 185 دولار، 185 دولار فوق الخبز اليابس يا شباب عند الصديق العزيز محمود السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا شباب السبت 4/5/2024، نحن الآن بسوق الحلال بشمارون غربي إدلب. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الرزق كثير بالسوق يا شباب، وإن شاء الله تكون الحركة أحسن من امبارح إن شاء الله. قبل ما أبدأ الفيديو أذكركم بالاشتراك بقناتنا قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب، الضغط على زر الاعجاب واعطونا رايكم بالتعليقات. والان اغطيكم السوق من الالف الى الياء، وانتظرونا بقناتنا الجديده القناه الثقافيه. شو محتواها راح اخليه مفاجاه، راح نحدد تاريخ لانطلاقها ان شاء الله، بس يعني خطوات يسيره وننطلق باذن الله سبحانه وتعالى. انا عم نعمل لكم تشويق يعني. اللهم صل على محمد. قبل ما نبدا الفيديو يا شباب، الحمد لله امبارح تواصلوا معنا 3 اشخاص الله يجزيهم الخير، وانطلقنا في جمع الأسهم لإتمام الجامع اللي أطلقنا الحملة مشانه في المخيم اللي غربي إدلب بوادي خالد. إن شاء الله قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى تشوفون الجامع بدأ في التأسيس والبناء، بس يعني يجتمع معنا مبلغ نبدأ فيه بالتأسيس إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يعني امبارح الناس اللي تواصلوا معنا يعني هم اللي اقترحوا علينا أن يكون السهم 100 دولار باذن الله سبحانه وتعالى قريبا يا شباب. يعني جامع مخيم، ما هو جامع فخم او جامع يكلف يعني ما اقول عشرات الالاف من الدولارات، يعني موضوعنا ينحل ب 3000 دولار يا شباب باذن الله سبحانه وتعالى. وبالفواتير، اي شخص يبعث صدقه بالفواتير لا ترضى الا بالفاتوره، تكون عندك كل شيء بالتفصيل، لا نريد جزاء ولا شكورا، بس بدنا نختم بيت الله سبحانه وتعالى ونساعد في بناء جامع لهالنازحين يصلون فيه. اللهم صل وسلم على النبي. بداية جبلية يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. عند اخونا ابو رحيل، حيا الله الشباب، اللهم صل على محمد. ايش قد قام تسوم يا ابو رحيل؟ النظارات وتقول والله قاعد اسوم. ها يا ابو رحيل، الله يخرج دارك على 100 دولار. هاي جداية ايش قد اعطوك؟ لسه ما اعطانا شيء. انه بلا سي 100 دولار. افسخ النظارات مشان تشوف انزين. النظارات ذني كبرن كانه. لا انا احبك والله. واحد معلق علي على الفيسبوك. والله اللي حكي عليك، اللي حكي عليك ازعل منه. والله انت انسان مصداقيه والله. والله ترى ما عندي غير هيك. امامنا ابو عيسى والله. لا بالله انت لا لا ابو النور اشد الظهر يا ابو النور، انت ما تشد ظهرك ما شاء الله. ايش قد قام يندفع؟ ايش قد قام يندفع فيها؟ والله كويس. 150 دولار. لك اشتريت لما اشتريت والله 149 دولار. يا ابو حماد اقول 150 حق الحكي ذا يقول لي 130 دولار. لا لا ما في 130 دولار قليل يا حجي. 140 دولار الحق ابو حيدر. لك لا تخاف ابو محمد. ابو محمد والله والله يمكن لك. هو ما تدري اشتريت. يا ابو حسين يا ابو حسين تعال عندي. هاي بس تعال عندي، هات لك الهنا. انت وجهك سموح. لا والله ما عندي يا احمد. بس تعال عندي، هات لك الهنا. انت وجهك سموح. لا والله ما عندي يا احمد. بس تعال عندي، هات لك الهنا. انت وجهك سموح. لا والله ما عندي يا احمد. بس تعال عندي، هات لك الهنا. انت وجهك سموح. لا والله ما عندي يا احمد. بس تعال عندي، هات لك الهنا. انت وجهك سموح. لا والله ما عندي يا احمد. بس تعال عندي، هات لك الهنا. انت وجهك سموح. لا والله ما عندي يا احمد. بس تعال عندي، هات لك الهنا. انت وجهك سموح.
يا عيني والله مهل ابوي والله مهل ابوي والله مهل ابوي يا على راسي تريد بلا سوق بس طول بالك خيو كل شيء بسيف خذ ترى هو حاله ما بال 145 ما شاء الله تبارك الله شنو سنه 300 الصلاه على النبي باخرها ودحك على الدخول والشيء اللي سواه لا بلا ضرته طيبه ما شاء الله البس على كيف كيفك كل سنه تجيبهم على قول مش قد صارت ابو حسين صارت 335 ودلالتها 335 دولار ودلالتها ما شاء الله تبارك روح الله يربحك مني ومن الله روح توكلني على الله هذا الحكي بس اهم شيء انا اقول له ابو رحيل اقول له شيل النظارات الشمسيات لانه قاعد يشوف العجه الصفراء يشوفها حرقه والله يعني عيونك وجعنا تيرموند قطره تيرموند معقمه للعين تيرموند تيرموند خلاص ايه تيرموند جيبه عندكم شو اسمه ها صلاح عمر سليمان والله فكرت بس عمر سليمان اطول من ابو رحيل شباب عند اخونا ابو ملحم قام يندفع بهن 120 دولار ايش قد فصلتوا يا احمد هذا اللي باعني 120 دولار ها صار 120 دولار ايوه شلون السوق احمد اليوم زين يعني زين ماشي حاله امبارح انت كنت بمعرض مصريين اي الاحسن اليوم ولا امبارح والله لا اليوم احسن انفه ها انفه شوي الله يوفقك ابو حميد اذن الخرافه يا شباب امبارح اندفع بين 150 دولار يوم الجمعه اي نعم وما انباع الخرافه هاي امبارح صار 150 دولار هذا انا معاهن ولا بس هذن نعم صار مش قد محمد امبارح 150 مو وانا 150 وما انباع اللهم صل على محمد 20 راس ام محمد 20 راس حبيب قلبي يا محمد الله يسعدك ابو النور يا شباب الصلاه والسلام على رسول الله بس ما اعرف ايش قد طالب بها ابو النور طلبات وما تخلص طلع نشوف النعجات عند الشباب ايش قد قامت تسوون البضاعة يا محمد والله هي يا عبو شنو اللي جاب هذا اللي جاب لا هذا قرقورات ما انا شغلت الظنا قراجير ها اي عم يعطونا 185 فصلناها ل 200 على 200 200 فصل 200 وعلى مشاور صاحبين والله العظيم هذا التلقيح ما فصل اللهم صل على محمد هذا زينات والله كويسات والله هسه ما شغلت هذا وقتهم هذا وقتهم وزن 45 كيلو نعم هذا وقتهم زينات بس بدنا الفحل غنم لحم يا شباب 54 كيلو ونعم يا مبارك نسأل ما شاء الله تبارك الله نسأل من اللحم انا ابو حمزه شلونك عمي مبارك شو اخبارك شلون صحتك الله يوفقك ايش قد انباع عندك اللحم هذا ما شاء الله انا بعناه ب 34 4 دولار و30 سنت ما شاء الله تبارك الله انباع عندك خروف اليوم انباع الجدايه هاي انباع مش قد الجدي عم ينباع؟ بعناها ب 60 60 دولار؟ 63 دولار 3 دولارات و60 3 دولارات و60 على الكيلو على الكيلو ايش قد ايش قد بين وزن؟ والله طلع يعني وزن 39 كيلو 39 يا شباب ما شاء الله تبارك الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد 3 دولارات و60 3 دولارات الا 4 دولارات عم يما 3 دولارات و90 سنت 60 سنت 3 دولارات و60 سنت انت منت شربان شاي شربان شاي ليش اليوم مكربج شوي ايوه شوي يعني اليوم مكربج ما تكربج العدواني ما يكربج العدواني هو يعني سبحان الله عجول كويس السوق عم ابو والله ماشي كويس ها اللهم صل على بعناها ناوينها 180 دولار صاران 180 دولار مشان لما اقول لكم الان الخرافه اللي هناك ما ينباع 140 تقتنعون معي 180 دولار اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله يعني السوق زين عمي ابو ماهر هذا هو مقبول هذا هو يعني الله يوفقك عمي ابو ماهر اقول لك كذا وهذا هذا نعم الله يجزيك الخير عمي ابو ماهر هذا القرقورتين يا ابو محمد زين هذا خمسة إلى ربع 4 دولارات و75 سنت ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على 5 دولارات 5 دولارات ما يعطيني 5 إلا ربع حج نجم الختيار اي نعم الختيار يدفع ما دفيع والله لا اللهم وهذا لنا بنان 130 الثلاث هذا لنا 130 عمي ابو محمد 130 دولار يا ابو محمد ما بعت ال 130 بعت ال 130 باع 130 دولار اللهم صل على محمد والله الخروف الوردي عليه طلب ابو محمد بنار ها طيب ليش يعني الخروف الوردي حبيبي خضر حبيبي الله يسلمك ابو حمزه اخوك شوي هذا نعم مو موجه والله هذا تنفيعه هذا نعم كويس السوق ابو محمد ولا احنا عندنا مشكله الاسواق
مشكلة الخاطر سووا لنا حل لها. شلون يعني؟ مع الحكومة. ايه. الخاطر هذا الضرور خليهم يقولنا اياه من السوق. خاطر الضرور اللي عم يسوون اللبن. البودرة. البودرة. خاطر البودرة. البودرة هاي يحتوا لنا مع الحكومة. هم يقول لك تماين نجي احنا نتحكم برقاب العباد نقول لهم زاد سطل الخاطر ب 45 ليرة. يا حجي كمان احنا عم نحط. قد عم نحط احنا. فصلنا ببلاش. بلاش طاول. والله هاي بدها دراسة هندسية. والله العظيم البودرة ذبحتنا. الله المستعان. ذبحتنا ذبح البودرة. الله المستعان. سووا معمل لحالكم هزبونات هاي عم الحليب وسووه انتم وزعوا هزبونات هاي عم تشتري ولا بس جاي تفرج الناس هاي والله جمهور جمهور هالجمهور هذول مشجعين ما يلعبون طابه خالص هذول ريال مدريد صار لها طابه ريال مدريد هذول الله يجزيك الخير يا ابو محمد ريال الله يجزاك الخير ما شاء الله يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله هاي عنز ذرتها طيبة حليبها أكثر من كيلوين مع الجداية هاي يا شباب مع هالتوم جدي وسخلة ولا لا جدي وسخلة مو ولا جديين جديين يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله ورا هاي العنز ما شاء الله تبارك الله الصلاة والسلام على رسول الله والعنز فيها كيلوين حليب العنز فيها كيلوين حليب يا شباب مع الجداية ها مع الجداية عم يرضعوها كمان الصلاة والسلام على رسول الله معروضة للبيع سنها عنز ذرتها طيبة يا شباب ده مرة طيبة بناس تقول شواخيب لا هاي أنا برأيي إنه أحسن من الشواخيب الصلاة والسلام على رسول الله كويسة ما شاء الله تبارك الله وراها جديين هذا اللي. اللهم صل على محمد يعني الألوبيا مصلحة يتواصل معنا يا شباب نبيع وياه فورا اليوم لقطنا أبو النور وهو عم يشتري سوى حاله فقير ثاني طلع عنده أموال أموال لا تحل ولا ترحل شلونك أبو أحمد حبيب الله يسعدك انا مبارك انا اول سنه اعطيت 200 زيت بصير اخوي على راسي رحمه سنه اشترينا ب 40 كيفك ابو محمود حبيب قلب الله يسعدك ابو نور مسوي حالك فقير جاي تشتري غنم ما شاء الله احسن غنم بس الشيطان خيو فقير الشيطان يا فقير للشيطان يا والله حبيب قلبي حياكم الله يا شباب شنو هاي لجه ابو نور يعني لجه لجه هاي الغنم لجه غنم لجه بخشنه هون اللحم قصه 10 عجائن صلى الله عليه وسلم غنم نجيب خشنة ما شاء الله ما شاء الله غنم خشنة يا شباب خشنة زينة خشنة زينة مقبولة ما هي دورة ما شاء الله تبارك الله 225 جنيه والنور عند الجد جدي ما في مزح كلام رائع جدا كل واحد يشتغل بقناته ايوه 225 دولار دفع بها ابو النور يا شباب اللهم صل وسلم على النبي الغنم هاي الصلاه والسلام على رسول الله انا جاي يا شباب 40 بس $225 دولار عم يدفع بها غنم لجة فتاية بلدية وهذا الصار والله يا شباب سوقنا اليوم ان شاء الله ايوه ما راح اعطيكم رايي انت ما تقول ابو حمزه انت تطلع بالسوق وتنزل بالسوق شفتوا كلام الدلاله شفت حركه السوق ما راح اسولف ولا حبيبي ابو الجود الله يكرمك الله يسلمك يا رب الله يرزقك يا ابو الجود ويوفقك انا ابو الجود يا شباب ملك القهوه انا احذركم حزوره من اللي يمشي على القهوه ابو الجود ابو الجود حبيب قلبي ابو الجود نص متر نص متر نص متر جوا القهوه هاي العنز عشر يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله دعك شلون مشني على الهواء بيضة صلت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله دعك راسها ضخم حلوة حلوة والله حلوة
عشر يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله. عنز بيضة ما شاء الله تبارك الله ضرتها طيبة ما شاء الله تبارك الله، معروضة للبيع يا شباب عند أخونا أبو محمد يونس، والله ما أدري إيش قد طالب بيها بس عنز حلوة ما شاء الله تبارك الله صراحة. يعني 185 دولار، 185 دولار فوق الخبز اليابس يا شباب عند الصديق العزيز محمود العيساوي. خالة جزراوية الخالة شنو؟ خالة خنطة ما شاء الله الباب موجود. شو خشنة بيجون بيها معاه خبز ولا معاه شو؟ لا هاي مش قد اعطونا هاي 225. وهذا الخلطة هاي شنو؟ هاي 300، هاي خلطة التسمين. هاي خلطة التسمين شغل ايدك ولا شغل ايدي؟ هاي شغل البيت. هاي الطعم من اخرافك؟ طعم من اخرافي بس شايل الفول بس. نعم. مش قد اعطون؟ 300 دولار. وهاي الشعير هذا شنو؟ شعير 270. بلدي؟ بلدي مغربل البحر. وهون يا اخي هذا شعير مجروش. شعير مجروش مش قد هذا؟ هذا 275. 275 حبيبي يا محمود جزاك الله خيرا. رخص على الناس ان شاء الله ييسر عليك. سوقنا يا شباب من الالف الى الياء، صورنا لكم السوق. بالنسبه للمسجد يا شباب احنا بس بدنا نبني مسجد يرفع فيه الاذان، يعني تخيل اليوم ثلاث مخيمات اربع مخيمات الاطفال فيها ما تسمع صوت الاذان، النساء ما تسمع صوت الاذان. يا اخي يكفي اليوم المخيم انه اطفال المخيم يصلون بالمسجد، ايش قد هاي زينه؟ ايش قد فيها اجر عظيم؟ كل واحد يصلي بهالمسجد في ميزان حسناتك، كل اذان يرفع في المسجد في ميزان حسناتك، كل صلاه تقام في المسجد في ميزان حسناتك، كل انسان يتوظف في هذا المسجد في ميزان حسناتك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فنتمنى منكم يا شباب المشاركه بهذا الامر، اذا ما تستطيع تساعد يعني وصل صوتنا لمن يستطيع ان يساعد. اي نعم، يعني بيناس يقول لك تكلم عن المسجد يا شباب، يعني اذا ما خدمنا بيت الله شنو فائده هالقناه كلياتها؟ امر ما في لله سبحانه وتعالى شنو فائدته؟ نسال الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويجزيكم الخير. حياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.